النجاح ما بيبتديش في أي سن وما بينتهيش في أي سن، وممكن الواحد يفضل وقت كتير جدا مش عارف هو عايز يعمل إيه، بس بينجح على طول لأنه بيبقى خلاص جمع كل الحاجات اللي ممكن تحقق له هذا النجاح. مي ابتدت تعمل مصنوعات جلدية من وقت قريب، لكن هي ابتدت البراند بتاعها باسمها بديزاينز بتاعتها بتصميماتها هي، وبتعمل منتجات مصرية من جلد مصري طبيعي عليه اسمها وعليه اسم مصر في الآخر. فدي تجربة جميلة جدا، أعتقد أن كل ست يعني قاعدة حتى في البيت ممكن تكون رائدة أعمال وهي قاعدة في بيتها، ممكن تسوق شغلها وهي قاعدة في بيتها، ممكن تعمل شغلها وهي قاعدة في بيتها، ممكن تبيع شغلها وهي قاعدة في بيتها. هنعرف التجربة دي بقى مع مي ظافر مصممة المصنوعات الجلدية، معانا كمان مجموعة شنط جميلة هي عاملاها جدا، وتحكي لنا بقى عن التجربة. صباح الفل يا مي. صباح الفل، نهارك سعيد. نهارك سعيد، ميرسي يا ريلان. دلوقتي فكرة الشنط والحاجات دي ابتدت امتى، وهل انت كان ليكي تجربة عمل قبل كده ولا لا؟ انا اشتغلت طبعا، بس بعد الجواز والاطفال وكده قعدت، يعني كنت سعيده بان بس انا قاعده اخد. اشتغلتي في المجال ده ولا اشتغلتي؟ لا كنت اشتغلت في حاجات بعيده خالص، انا اتخرجت من اداب انجلش، وكنت بشتغل في حاجه ما لهاش علاقه خالص بالموضوع، كنت بشتغل في الماركتنج. وبعد هي ليها طبعا علاقه شويه، اه يعني قصدي يعني ما اه يعني انا قصدي اه يعني قصدي لما مجال دراستي كان له علاقه بالمصنوعات الجلديه، ولا برضو مجال شغلي كان له علاقه، بس فادوني الاثنين، فادوني طبعا. مفيش حاجه الواحد بيعملها غير لما بيبقى ليها مردود على حياته سونر اور ليتر، يعني اكيد صح. كلها ما ده اللي كنت بقوله، اكيوميليشنز، كلها تراكمات. بالظبط، لما بتعوزي تعملي حاجه بقى بتكون مكتمله لانك عندك التراكمات دي مع السنين. بالظبط، لان انا كنت غاويه طول عمري اعمل حاجات بايديا، وغاويه ارت وكرافتس وحاجات كده، وبرضو دي من اكتر الحاجات اللي هي بتسعد الواحد وتخليه، واكتر حاجه ممكن يعني برضو انا اقول لكل ام ما تستخسرش فيها وتدفع فلوس في اولادها لما يطلبوا اي حاجه في الجزء ده، يا ريت ما تستخسروش وتجيبوا لهم اللي هم عايزينه، لان هي فعلا ليها في ممكن يكون قدامكم انتوا في الاول كده شايفينها مش مجديه، لكن هي في الاخر سبحان الله. يعني انا جربت بعد كده في الشنط الهاند القماش ليا لنفسي يعني استعمالي الشخصي، وجربت بعد كده في جلد صناعي، وجربت في جلد طبيعي لوحدي الاول، وبعد كده اخدت ورشه والحمد لله. لا ربنا. يعني انت ابتديتي تعملي الشنط القماش دي والحاجات دي كلها انت باي يور سيلف، انت يعني ما كنتيش حد علمك حتى ازاي؟ طب عملتي ازاي كده؟ ما هي برضو انا مقتنعه ان الشخص اللي هو اللي الكرافتي اللي بيشتغل بايديه ده، يعني هو بيبقى عنده القدرة ان هو يعني لو عنده القدرة محتاجة صنعة، يعني محتاجة اكيد خياطة محتاجة لا ما انا برضو ما هي دي من ضمن الحاجات اللي بقولك عليها، ان هو انا كنت بعرف اخيط، ما كنتش بعرف اخيط برضو بروفيشنالي قوي يعني، لكن بعرف فيعني يعني عرفت طريقي كده عن طريق التجربه والخطا يعني. وبعدين اخدت بقى ورشه ايه بقى؟ ورشه مصنوعات جلديه، والحمد لله ربنا برضو رزقني بناس كويسه وساعدوني وكده، بس في الاخر بعد الورشه ما يعني انت اكتشفتي ان هو انا اتعلمت موديل واحد شنطه واحده هعمل ايه؟ فبرضو دخلت تاني في مرحله ان انت بتجربي وبتغلطي. بيعلموكي ايه بقى؟ بيعلموكي ازاي تعملي الديزاين، ولا بيعلمك ازاي تخيطي الشنطه، ولا بيعلمك ازاي تركبي ماتيريالز على بعضها؟ يعني ايه اللي اتعلمتيه من الورشه؟ تعليمي موديل شنطه واحد، عرفتي ازاي تعمليه من اول التصميم يعني، او من اول يعني ازاي تحطي ابعاد شنطه يعني وتنفذيها على الباترون، وبعد كده تقصيها وتخيطيها وتخرميها وتلزقيها وتخيطيها. كل الحاجات انت بتعملي كل حاجه. انا بعمل كل حاجه بايدي، مفيش ورشه. بس انت اكيد بعد ما خدتي الورشه واجهتك بقى فكره ان انت يبقى ليكي براند، يبقى ليكي ديزاين، يبقى ليكي ستايل معين علشان الناس تبقى عارفه ان دي بتاعت مي ظافر مثلا. بصي هقول لك حاجه، قصه الستايل دي بقى هي بتطلع يعني لو الواحد بس ايه ما فكرش ان هو يقلد حد. هي هتطلع بس يعني يمكن حتى ناس شخصيتك بقى ساعات ناس تقولك مش عارفه اصل دي الشنطه دي مش عارفه ايه الشنطه دي ايه. انا يعني فوجئت بالكلام، انا يعني انا يعني انا بحب الالوان، بحب التجديد، بحب التغيير، بحب اخلط حاجات ببعضها. فانا مش ببقى عاملاه قصده،
انت بتطلع من هي بتطلع شخصيتك بقى. بتطلع انت فعلا خلطة حاجات كتير هنا في بعض، يعني انا لافتة نظري قوي اللي بالفير دي السودة، انا ما انا انت بقولك كده انا من بحب الحرية، معلش انا مش قادرة اقوم. دي شنطة فيها فير وهي جلدها مطفي. انا اقفلي بحب كده اقفلي ما نشوف. دي جلد طبيعي، كله جلد كله جلد مصري، طبيعي. مصر جلد سوق طبيعي مصدر، مصري. ها مصر سوق مصدر للجلد الطبيعي. ايوه اتمنى بقى انها تبقى سوق مصدر للمنتجات الجلديه بقوه. انا ميرسي جدا انك قلتي الكلام ده، لان انا ده شيء قاهرني شخصيا، ومتهيألي انا قلت الكلام ده في البرنامج، كل ما اطلع اقوله. اول لما سافرت ايطاليا قالوا لي ان الجلود اللي بتتعمل كلها الجلد كلها الايطالي دي اللي احنا بنروح زي الهوبلة نشتري الجزم والشنط، كلها جاموس مصري، للأسف. جلود مصرية، ويتباع رو كده بالظبط ونرجع احنا نشتريه بالشيء الفلاني. بالظبط فلو احنا عندنا براندز كده مصرية معمولة ديزاينز وعلى فكرة حلوة عندنا، أنا مش تتصدر. بتكلم بقى عن نفسي ولا عن لا شخصي، انت عندنا وغيرك. ناس والله شغلهم الواحد بيتكسف لما يشوف، يعني ناس فعلا بجد هايلين. ده ايه ده بقى؟ ده خليط ايه؟ ده جلد ماعز معمول على الناحية، أنت عارفة إن الجلد ناحيتين، الناحية اللي هي اللي احنا بنسميها الشاموا، والناحية اللي هي الجلد العادي. وأنا خلطة بين الجلد البقري وجلد الماعز يعني ده كمان انواع جلود كتير. والديزاين بقى المودرن. وعرفتي بقى خلاص تجيبي منين الجلد والحاجات دي عرفت ولا طبعا، ايه؟ ولا بس بتضحك واتخنيت عليكي؟ واتضحك عادي، ده عليا. اقل حاجة، عادي، عادي ده عادي شيء بتحصل، طبيعي. يعني بتحصل. انا مثلا ده جلد ايه بقى ده جلد ماعز، برضو؟ الجلد الماعز اللي هو بيبقى اخف شوية. الجلد الماعز خفيف. في ناس ما بتفضلش جلد الماعز لانها بتشوف ان الخفه دي، بس يعني في ناس بقى تانية بتروح للجلد الماعز تحديدا عشان الشنطه ملهاش وزن. بصي خفيفه جوه، وريني كده يا مي. بس هو كمان نظيفه الشنطه، الشنطه نظيفه يعني معموله ارتستيكلي، يعني الفينش بتاعها معمول بفن برضو، ما هو بقى انا مش بقول اي لك كلام. التجربه ومن جوه والخطا. انا بقيت اروح افتح كده اشوف الشنطه من جوه، اشوفها متقفله حلو ولا لا. ما يعني ده بقى اللي ممكن اقول الجلد لك الطبيعي بيبقى ليه ريحه؟ ليه ريحه جميله. ايوه يعني الناس تعرف الجلد الطبيعي منين؟ تعرفوا من كذا حاجه، اولا لو انت شفتي جلد طبيعي وعرفتيه، بعد كده هتعرفي الجلد الصناعي على طول اوتوماتيك ان هو ده مش، يعني حتى يعني فيلز يعني اما احساسه مختلف خالص. طريقه حتى لو شفتيه في صوره هتعرفي ان هو من الصوره ان هو مش ان هو طبيعي او مش طبيعي. بس لو على الحقيقه زي ما انت شايفه كده ظهره مختلف، كده من جوه ظهره طبعا مختلف، ولو حاولتي بس تحرقيه ميت لو جه عليه النار التاني بلاستيك في الاول وفي الاخر يعني، فبيسيح. ده ممكن هيغير لونه، هيغير التكستشر بتاعه، لكن مش هيسيح. وليه ريحه طبعا. طبعا ريحته مميزه. بس انت عموما ايه الماتيريالز اللي بتستخدميها في يور ديزاين بقى، في الديزاين بتاعك انت؟ قصدك ايه بماتيريال في الديزاين؟ يعني كل واحد بيحب يعمل ميكستشر معين من في الديزاين بتاعه، يعني انت مثلا هل بتفضلي تعملي ميكس بالفير والجلد، ولا بتحبي تعملي بصي مثلا انا الفكره بقى ان انا بالماعز بس؟ بتحبي تعملي ايه يعني؟ بتحبي تعملي ميتال وجلد ايه؟ بصي انا اشوف ان هو ايه الواحد ما يخليش يعني ما يحصرش نفسه. بالظبط، يفكر في ان هي بس ان تكون يعني الكاركتر كده. الافكار هي الابداع، يعني سيبيه بقى وهو يطلع باللي هو عايزه. اكتر حاجه هي بس يعني انت عندك في اكسسوارز كتير ممكن تخش، بس انا بحب مثلا يعني الدنيا الفكر. تبقاش زايطه قوي يعني مثلا بصي انا الشنطه دي دي عجباني، يعني ما لبستني البتاع دي، تقولي انا استني دي ما بحبها لبستك. قوي. انا ممكن اوريها للناس كده، اقوم يا اوريها ريت. للناس. دي الشنطه دي لطيفه قوي، في النهايه بيلت دي باج، اسمها يعني هي بيلت باج، دي شنطه حزام حزام. عشان منها حزام. زي ما انت شايفه كده هي متعلقه في الحزام. برضو انت اكيد حاسه ان وزنها خفيف. لا مش حاسه بيها، انا خدت عليها خلاص، انا تقريبا هروح بيها اتفضليها. غالبا هروح بيها. وبرضو فكرتها حلوة، موديلها مودرن، يعني الشراشيب دي كلها حلوة، ومدية اكسسوري كده لللبس. ما هي بقى انت اللي تلبسيها على اي حاجة خلاص، هي بقت هي بس الشنطة، هل هي بتتلبس الاكسسوار. بطريقة تانية ولا هي بس كده دي بيلت باج؟ بتتلبس كده بس. مثلا عندي الشنطة دي، لا دي بتتلبس، دي معاها حزام وليها زي سير وراي يتحط يتدخل فيها حزام، بس في نفس الوقت ليها كروس، ايد. يعني ممكن تتلبس كروس تتلبس او كروس، تتلبس بلت كده. تتلبس ويست باج، يعني بيلت باج، او تتلبس زي ما هي. انا هي الشنطه ايه بس عليا احلى اكيد طبعا. اكيد عليا احلى. وده جلد ماعز، سوري جلد. ده بقى جلد جمل، ده جلد جمل. يعني شوفي ايه جلد الفرق بينهم بقى، وريني الجمل ده جلد عامل جمل ازاي. اتخن كتير زي ما انت شايفه، اتخن. سوري معلش يا مي. الجمل اتخن، الجمل اتخن. وهو انت كده عاملاه على ظهره برضو صح؟
ولا ده ايه؟ يعتبر كده انا عاملاه على الناحيه الشاموه. بس حلو، بس انت عندك ستايل، يعني انا برضو الستايل ده اصله بيجي بعد فتره طويله من الشغل. او بيجي لما ما تقلديش حد ببساطه. ايوه بس برضو بيجي، لازم عشان تكتشفي برضو ستايلك ايه لازم تقعدي تجربي كتير. بس انا حاسه بصي ان انا انت على حاجه، عندك احنا ستايل، الستات يعني حاسه احنا ان انا لو يعني شفت احنا الشنط هعرف ان انا هي والله ده حاجه بتاعتك. تفرحني، يا ريت. انا بحب كده، انا بحب الديزاينرز اللي انا اشوف حاجتهم اعرف ان دي. انت بقى هيقابلك حاجه تانية وهي جزء لا يتجزأ من البرودكت، يعني البرودكت ايوه خلاص انت عملتيه وعملتي براند لذيذه وعملتي بتاع، هيجيلك جزء تاني بقى مهم جدا خاص بالشغلانه وهو الماركتينج، وازاي تسوقي وازاي تبقي براند ممكن توصل للعالميه زي ما احنا شايفين براندز مصريه دلوقتي، اختين طمرازه في الديزاينز مثلا اللبس، يعني احنا فخورين بالبراندز المصريه دي أكيد اللي تبقى أكيد. انترناشونال، ازاي انت تبقي زي مثلا اختين. بصي انا هقول لك على حاجه، هو برضو الناس فاكره ان اختين دول اشتغلوا اول امبارح، لا هم بقى لهم فتره، وفي على فكره ناس كتير قوي قوي، وعندنا يعني هم مش واحد ولا اتنين، في ناس مجتهده كتير جدا، انا بس مش عايزه اقول اسامي، بس يعني في ناس والله يعني بجد، واحد فعلا زي ما قلتي يا ريهام، واحد بيبقى فخور بجد بان الناس دي شغلها حلو. انا نفسي ان احنا اللي يطلع التاني، مش يعني مش بدل ما نتنافس هنا مش شنكل بالظبط مش يكعبله. بالظبط، لان هو يعني هي بس ايه الطريقه، يعني انت برضو انت دارسه ماركتنج يعني اشتغلتي في الماركتنج، بصي هو انا برضو عشان انا اشتغلت في تعملي يعني ممكن الماركتنج يكون برضو عند في ناس تانية غيرك عندها حاجات ممكن تعملها بس ما بتعرفش ازاي تسوق نفسها، هل انت عندك سياسه تسويقيه لشغلك؟ والله بصي انا هقول لك على حاجه، هو برضو انا يعني الماركتنج اختلف طبعا من ساعه ما انا كنت بشتغل فيه دلوقتي، في فرق حصل يعني، وغير اكيد كده في برضو انا كنت طفره. بشتغل في مجال برضو سوفت وير وكده، فكانت الدنيا برضو الى حد ما مختلف، ده اشتغلي كوربريت وكده الدنيا كانت مختلفه شويه. بس دلوقتي يعني حتى احنا لو على ذكر اختين، الموضوع جه برضو عن طريق انفلونسرز وسوشيال ميديا، ويعني ان حد يمسك الشنطه فتبقى تحول الشنطه دي من براند، من لوكال براند لانترناشونال براند. انت اتمنى تارجتي جي لو بقى، ابعت لها شنطه هديه كده جينيفر لوبيز ولا حاجه هتبقى ما هو كويسه. برضه هو ده ما بياخدش برضه وقت قليل، انا يعني يعني هو بس المهم ان الواحد يكون مستمتع بالحاجه اللي هو بيعملها، جابت نتيجه النهارده جابت نتيجه بكره، ما يزهقش ويجرب يعني وكده، يعني انا بقول الكلام ده بفكر بيه نفسي، يعني الواحد ما يزهقش يعني وما يحبطش من اي حاجه لا ممكن ما تحبطيش تحصل، ابدا لان في لان انت عامله حاجه حلوه وعامله انجاز لطيف جدا، وانا كمان يعني مبسوطه ان انا بقدمك كنموذج لمراه مصريه، يعني ممكن تبتدي في اي وقت، يعني انت عندك لاحظي ان ولاد كلامك جارح وولادك. يا ريهام، نعم لاحظي ان كلامك جارح. لا انا ما اقصدش كده، انا قصدي انت ماشي. قعدتي تربي، انت اللي قلتي قعدت اربي العيال مش انت اللي قلتي. ايوه وعلى فكره مش زعلانه على الوقت ده خالص، لان انا برضو يعني يعتبر ده وقت مستثمر في بشر، وده خير استثمار الحقيقه، انا مش ندمان عليه ابدا. وبرضو هو انا انا قصدي الموضوع كمان سهل، يعني ممكن يتعمل اكسسبل، ان ممكن هو ممكن يتعمل، انت ممكن ممكن من البيت يبقى اكيد عندك كورنر او ورشه او اوضه او حاجه انت بتشتغلي بيها وبتعملي برودكتس كتير كده ما شاء الله وحلوه وبتعرفي تسوقيها وتبيعيها، والاسم هيقعد يكبر 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 لانه يا انت رب. عامله شغل حلو، فاعتقد ان ده بيدي امل لستات كتير جدا ممكن تكون قاعده في اكيد البيت، اكيد. مش لازم شنط، ممكن اللي عايزه تعمل اكسسوارز، اللي عايزه تعمل اي شغل، شنط، جزم، تي شيرتس، فساتين، اي حاجه بقى من اي نوع يعني بالظبط. شغل. والاهم كمان بقى برضو ان انا لبناتي انا فكره ان هم يكونوا برضو شايفين ان هو يعني ان ابتدي في اي وقت، ابتدي في اي حاجه، ما يعني ما فيش اي حاجه، ما فيش تعب بيروح، صح طبعا، انت ممكن تتعبي في حاجه بس تتردلك في حاجه هما تانية. بيشجعوكي بقى كارما وزينة، انا بيشجعوكي عندها بنتين حلوين قوي. انا باخد رايهم في كل تفصيله. انهي شنط اللي عجباهم بقى؟ خدوا طبعا انهي؟ اي حاجه اللي انت لابساها دي طبعا عجباهم بيحبوها عندهم قد قوي. ايه؟ اي عندهم حاجه كام سنه؟ 14. هما توين؟
14 سنة. انهي دي عجبتهم دي عجبتهم تاني؟ الشراشيب عجبتهم، دي شنطة زينة المفضلة اللي هي اللي فيها عشان حلوة هي، عشان اللي فيها فيها بينك دي حلوة فكرتها لذيذة المفضلة. في شنطة تانية برضو دي انا دي عايزك دي باك باك دي ما انا بقولك انا بحاول على الظهر، دي تنفع الشباب جدا. انا بحاول انوع ما واضح، انا حاسة انت مش عاملة لسن معين خالص يعني منوعة. انا دي يهم لو يعني عايزاكي بس تلبسيها عشان تبان الفكرة. وريني البسها ازاي. طب قولي لي البسها ازاي وانا البسها. هعمل ايه كده؟ بس هو عادي كده هي حلوة كده. اني واحدة انا بحب اللون ده قوي. حلوة يا دي معمولة جلد دي مفتوحة من هنا. دي حلوة. هي فكرتها ان هو يبان الشماوي ويبان لطيف. دي معمولة زي التويستد كده يعني ناحية وناحية، بس دي ظريفة جدا. دي كمان ممكن تعمليها لونين. ممكن قوي لونين. انا اعتقد ان هي كمان ممكن خلاص تتعمل نعملها لونين ويبقى انت خدها انت صاحبة خدها. ما تغلاش. الموضوع مكلف بقى ولا ايه؟ بصي اكيد ما فيش حاجه طبعا ببلاش. وفي يعني انا فاكره اول قطعه جلد اشتريتها اشتريتها بالنص مع واحده صاحبتي. وبعدين ايه روحت انا بيها البيت قلت لها انا هشتغل الاول، فمسكت الشنطه عشان ابتدي اقص. فقعده خايفة طبعا يعني خايفة. غالي الجلد غالي. لا انا خايفة علشان ابوظ عشان النصها بتاعتها، ما انا لسه انت في الاول فمش عايزة اشتري كذا حاجة وبعدين تهدري وكده. وبعدين رحت قلت لنفسي يعني انا مش خسرانة حاجة، ولو الجلدة باظت هجيب جلدة تانية واديها لصاحبتي دي وخلاص يعني. وايه يعني انا هعتبر نفسي نزلت، في ستات بيروحوا يدفعوا المبلغ ده في كوافير، وفي ستات بيروحوا كاني اشتريت شنطة. ايه أيوة يعني صح، كاني اشتريت حاجة وباظت. ايوه صح. ما هو لازم بقى يبقى فيه لازم حاجة تجربي فيها الاول وجرأة يعني شوية برضو. لازم وجرأة شوية برضو لان هو من يعني اللي بيخاف ما بيعملش حاجة طبعا صح. فهي محتاجة برضو الموضوع شوية جرأة وشوية ما هو ما يستخسرش ان هو يغلط. بس ايه اغلى انواع الجلود؟ البقرية. وطبعا هو في فرايتي يعني قصدي يعني حتى من نفس من البقري في حاجات كاتيجوريز يعني. وفي طبعا في حاجات تصدير وفي حاجات محلي برضو؟ وليهم درجات برضو وليهم حاجات فيها بيبقى فيها دفوهات فبتنزل يعني حتى بتاع التصدير ده في حاجات بترجع فبيبقى فيها عليها ديسكاونت و حلو. عرفتي انت خلاص القصص دي وانا بقول لك اتخميت بقى وبعدين ربنا وقعني في ناس حلوه. ايه تاني اغلى جلد؟ في لا يعني هو بصي هو مش بالغلو برضو يعني مثلا الجلد كل الجلد الجملي ده من افضل انا من اكتر الحاجات اللي بحبها ده جملي برضو. الجملي ما يعتبرش جلد غالي. وزي ما انت شايفه كده الجلده تخينه وحلوه والماتيريال بتاعتها حلوه جدا. ما يعتبرش غالي يعني ارخص من البقري. لكن مشكلته ان هو جلده طبيعه جلد الجمل نفسه هما بيسلخوه بيبقى فيه يعني بيتخرم بيبقى فيه عيوب كتير. فعلشان تطلعي شنطه من حته يعني حته جلد كويسه يعني مع ان الجمل حجمه كبير بتبقى يعني صعبه شويه فيها هادر كتير. هادر كتير لكن هو نفس الماتيريال يعني. نفس الماتيريال مش رير. لا هو موجود بس انا قصدي عشان تلاقي حته حلوه على كبيره بعضها. صعب بس حلوه. حلو انا بحبها. هو حلو انا حاسه حلو انا بفضله قوي بس حتى مش كل الناس جملي بقى. قولي لي على الصباغه صحيح الالوان بقى والحاجات دي. هي انا طبعا انا ما بسبغش انا في ناس في ناس بتجيب الجلد كواري تسبغه هم بس انا ما بعملش كده. لكن حلوه قوي الفوشيا كمان وحلوه قوي اللونين الفوشيا دي شنطتي الازرق والشنطتي. حلوه بس هي حلوه قوي. انا بحبها. انت اللي عاملاها صح؟ طبعا الماتل. انت مركبه الماتل وعامله كله. انا اللي مركبه الماتل قدام بقى شويه يعني انا اتمنى ان هو يكون كل حاجه لوكال يعني تكون ان يكون حتى الاكسسوار ده لوكال يعني احنا ده ممكن مصر. يبقى نحاس بعد كده يعني لكن يعني ده لم يتوفر بعد يعني بس يعني هو ممكن يتعمل لما برضو حجم الشغل يكبر وكده وتبقى الدنيا يعني اسهل احسن يعني ان شاء الله باذن الله يكون كل حاجه فعلا. ودي باك باك برضو اللي هي البيج دي عندي انا بحبها قوي. دي حلوه للجامعه دي على فكره. على فكره بقى دايما الشكوى جامعه مدرسه الشنط اللي بتهلك نص السنه ويرموها دي جلد طبيعي زي زمان كده الشنطه لما تبوظ بتتصلح بيعيش الشنطه الجلد نفسه عمره يعني على ما لما بيتبهدل بيحلو
ما بي مش زي الجلد الصناعي، مش زي القماش، مش يعني يعني دي ممكن في المدرسه تتاخد بس يا ريت صغيره. اتمنى. لا ما هو انا قصدي انا يعني انا مش شرط، هو طبعا في اعمار بيشيلوا الحجم ده، بس مثلا انا كنت سمعت من بنت صاحبتي قالت لي انا اي انا بجيب الشنطه احط فيها اللابتوب وانا رايحه الجامعه تتقطع بعدها باسبوعين. فانا اتمنى بقى الناس ترجع تاني تشيل جلد طبيعي، تشيل حاجه لوكل، وعندنا ما شاء الله ناس حلوه، فيعني نستغل بقى القصه دي ونرجع تاني نلبس جلد طبيعي، وان شاء الله باذن الله كمان في الجزم بقى يا رب. انت ده هتدخلي على الجزم؟ لا يعني انا ما عنديش خطه دلوقتي، لان دخول الجزم طبعا اصعب شويه، الشغل بتعمل يدوي، الجزم عشان تتعمل يدوي طبعا مجهده يعني ومحتاجه ورش اكتر يعني وكده، بس اتمنى، انا بعشق الجزم، بس اكيد كلنا لو بقى لقيت الجزم، سكه. الجزم الحلوه بقت قليله وغاليه جدا جدا. بس احنا لغايه قريب قوي كان مقصر سوق للجزم الجلد طبيعي. احنا ما بقناش نلاقي. لا الناس تلاقيكي ازاي بقى يا استاذه مي؟ على السوشيال ميديا، وانا اوريدي بحط حاجات في محلات، فان شاء الله باذن الله البراند يعني اسمه مي ظافر ولا ام ظافر؟ ام ظافر، ام ظافر، هيلاقوكي على الانستجرام وعلى الفيسبوك. الفيسبوك. انا بشكرك جدا، ميرسي يا ريهام، مبسوطه ان انت بجد كنت معانا انت النهارده، اسعدتيني. علشان كمان نموذج شوفوا يعني كلنا نقدر نعمل اي حاجه في اي وقت، وملوش دعوه والله، بس مش قصدي على السن، مش قصدي عادي، انت قولي اللي انت عايزاه، بهزر. انا قصدي لا احنا يعني كلنا بتقعدي معطله احلامك، معطله احلامك، ابتدي حتى لو انت قاعده في البيت، وشوفي البرودكتس قد ايه جميله، وشوفي الانجاز قد ايه جميل، وشوفي فجاه ممكن تبقي بتبيعي وبتشتري ونجمه وعملتي اسم براند وانت قاعده في البيت، فكل حاجه ممكن ومفيش مستحيل. بشكرك جدا جدا يا مي، نهارك سعيد. نهارك سعيد، ميرسي قوي يا ريهام. فقراتنا لسه مستمره مع حضراتكم، راجعين بس بعد الفاصل.